الله إليكم. أبو عبد الله يقول: هل هذا العمل يقدح في عمل الإنسان إذا كان يقوم بالعمل الصالح لكن يحب أن يتطلع إلى ثناء الناس وشكرهم عليه؟ هذا يفسد عمله، وهذا هو الرياء، هذا يبطل العمل، يبطل العمل الذي عمله رغبة في مدح الناس له والثناء عليه، لا يكون له أجر في ذلك. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر وهو الرياء يبطل العمل الذي داخله. فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. نعم.